الحب حالة من الرقي في أسمى أوجهها، شعور لا يمكن للكلمات أن تصفه، حالة كانت وما زالت مبهمة للجميع، لكنه ليس فقط علاقة شخص بشخص أو روح بروح، بل قد يكون بأشكال لا تخطر لكم على بال. أشكال الحب مع شادية. حب العائلة. العائلة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات والأساس الذي تقوم عليه تربية الأبناء والبنات، فهي رمز الاستقرار والأمان والحضن الذي يضم جميع أفراد الأسرة والكيان الذي أسسه الأم والأب ليكون رأس الهرم فيه، مما يضفي على العائلة جوا من الشعور بالحب والحنان المبني على الفطرة. تعتبر العائلة مدرسة للتربية والأخلاق، وصلاحها يعني صلاح الأجيال وتقدمها وازدهارها، وفسادها يعني فساد المجتمع بأكمله. لذلك تحظى العائلة بمفهومها الواسع بكل الاهتمام والرعاية، وجاء تأكيد أهميتها في جميع الشرائع السماوية وخصوصا الإسلام الذي جعل رباط العائلة مقدسا ومبنيا على العدل بين أفرادها. وجود العائلة نعمة كبيرة لا تقدر بثمن، خصوصا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفتقدون وجود عائلة ويعيشون بمفردهم فيشعرون بالكثير من النقص، وكأنهم يفتقدون إلى سقف يحميهم وإلى حائط يسندهم، كما يفتقدون إلى الحب والحنان. ففي كثير من المواقف يحتاج الشخص مشاركة أفراحه وأحزانه ونجاحه وفشله مع عائلته، ويحتاج إلى من يشعر به في المرض والحزن. يشعر الشخص بقيمة عائلته في كثير من المواقف التي يمر بها، كأن يسافر ويعيش وحيدا بعيدا عن أهله وعائلته، أو أن يرحل والداه ويتركوه وحيدا، أو أن يحدث شرخ في العلاقات فتتعرض العائلة للانهيار والتمزق وتفرق أفرادها بإرادتهم. إنه شكل من أشكال الحب القائم بين الإنسان وحب العائلة منذ الأزل. أشكال الحب مع شادية.